نتكلم وخلينا نهضروا. شكرا. ايوا خلينا نتكلموا. خليني نتكلم. شكون هو انت باش تبني عليه؟ شكون؟ سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. سيدي ابراهيمي عيب والله لا عيب. سننسحب من الجلسة ولن نشارك في هذه المسرحية التي اليوم الحكومة اللي هي اللي غتبقى تعطينا الأسئلة اللي غنطرحوا عليها باش تجاوبنا. أنا ما نتكلمش. سيد الوزير. ما نتكلم. سيد الوزير. واجه مع السيد الرئيس. نواجه بأن هاد الوزراء اللي حاضرين معانا في هاد القاعة رفضوا أن يستجيبوا للدستور. ماشي لينا حنا. نرفعوا الجلسة 5 دقائق. وعيب اليوم بان وزير يقول لك انا ما قادش نجاوب على سؤال عام. عيب لان الكفاءه اليوم كتبان من خلال الوزير يتوجه له سؤال وعنده يعني الوقت باش ينوض ويتفاعل مع الاسئله ديال السيد الرئيس. الوقت سيد رئيس خليت لكم الوقت. لا سيد رئيس المادة 266 مفهوم السيد الرئيس. تفضل سيدي. اليوم السيدة الرئيسة في النظام الداخلي حتى حاجة ما كاينة في داخل النظام الداخلي اللي كتقول بأن الأسئلة تمشي من نهار الخميس كاين ديال 20 يوم والأسئلة اللي تقدمنا بها تستوفي في الشروط ديال 20 يوم. اليوم حنا كفريق سننسحب من الجلسة ولن نشارك في هذه المسرحية التي اليوم الحكومة اللي هي اللي غتبقى تعطينا الأسئلة اللي غنطرحوا عليها باش تجاوبنا. شكرا. يتعلق السؤال بالقطاع الوزاري الذي يشرف عليه يمكن أن ينيب عنه أحد زملائي أو أحد أعضاء الحكومة، وعند عدم القيام بذلك خيرت النائبة أو النائب المعني بجواب الوزير بين تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية. شكرا. نمر السؤال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.